اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا النهاردة نشوف ازاي هنفرش اوضة لبنوتة عندها 16 سنة. هي طالبة انها تعمل الحيطة الاكسنت وول بتاعتها الشوك بينت علشان ترسم عليه بالطباشير، وشوف ازاي ان احنا عملنا تغيير بمجرد بس تغيير لون واحد في الاوضه للون الغامق دوت علشان يعمل كونتراست مع الباقي. لما اخترنا الاسود هنا اخترنا معاه الملايه رمادي، وبقيه الشغل بتاع السرير كله هيبقى رمادي. كل حاجه بعد كده ابيض تقريبا، كل حاجه هنا من ايكيا. لما حطينا الارفف دي حطيناها علشان نوريكم كمان ازاي هنحط الكتب ونزين الارفف، وازاي نقدر نعمل دلوقتي الاوضه زي ما احنا شايفين هنلاقيها مستطيله بالطول. فخدنا السرير بما انه هو طويل، بما ان احنا بنختار دايما السرير نحطه في الحيطة الكاملة اللي ما فيهاش شبابيك اللي ما فيهاش حاجة، لانها بتبقى اسهل وبتدي شكل احسن. ساعدتنا الحيطة هنا ان هي فعلا في مكان كويس، حطينا السرير في نص الحيطة بالظبط. كمان حطينا هنا وحدة 3 ادراج علشان تحط كل المستلزمات بتاعتها، في دولاب مساعد في اخر الاوضة هنا، الدواليب بتبقى كلوزت اكتر منها دواليب مفصولة عنها، عن مش زي النظام في مصر. وهنا هنشوف بقية التفاصيل اللي احنا هنعملها ازاي. تعالوا نشوف اول حاجة الارفف هنعملها ازاي. قبل ما نعمل الارفف هناخد السلم دوت موجود هو في ايكيا، بنحطه هنا. ليه حطيناه هنا؟ علشان يعمل توازن ما بين الناحية الشمال واليمين. كمان هنقدر ناخد برضو علشان نكمل التوازن دوت نعمل الشكل ده برضو منه، ان هو تخزن فيه الحاجات الزيادة اللي عندها وما تبقاش الأوضة مكركبة. زي ما احنا شفنا هنا دول حاجات منفصلة بنقدر نزين بيها. اللون الأخضر عنصر حاجة مهمة قوي في أي أوضة، قلنا لازم نضيفها. احنا عارفين ان ايكيا تبع الستايل الاسكندنافي، ودوت كل حاجة فيه بتبقى خطوط بسيطة جدا، واللي بيعتمد فيه كتير من الشغل بتاعه على الخشب بلونه الطبيعي وعلى اللون الابيض وعلى الزرع. مهم قوي ان احنا نعلم ولادنا ازاي ان هم يقروا، فدايما بنحط لهم كتب في الاوض بتاعتهم علشان من كتر ما بيشوفوها اكيد مع الوقت ان شاء الله هيقروا. برضو من الحاجات الحلوة اللوحات بتاعتنا اللطيفة اللي مكتوبة باللغة العربية برضو، فممكن مثلا نعمل كده. انا هعمل حاجة سريعة مش مرتبة لها الحقيقة. وبرضو لو في عندنا اكسسوارات زي دي بيبقى ظريف او ان احنا نحطها. مش عارفه ده وشه ولا ظهره بس خلاص. بالنسبه للسرير هناخد المخده الاساسيه بتاعتها، لان هنا ده سرير صغير فالمخده بتبقى صغيره شويه. بناخد لون مساعد معانا ينطق الاوضه شويه، ونقفل دايما بمخده مستطيله. احنا الحقيقة صورنا بسرعة يعني لسه في بقية الحيطان هنصلح اللخبطة اللي فيها دي، بس خلينا نكمل الأرفف. هنحط الأخضر هنا، وده زرع طبيعي طبعا، فرق كبير بين الزرع الطبيعي والمش طبيعي، أحلى كتير بس المهم ان هو يعيش. كمان ممكن نزود صور تانية، ممكن نحط دي هناك، نعمل كده علشان نرد تاني على اللون الأصفر. نبتدي نحط الحاجات اللي هي بتستخدمها، برفانات، كريمات، لان المفروض ان احنا اساسا اي حاجة بتبقى محطوطة علشان الجانب العملي مش بس للشكل. انا بحط كده يعني ترتيب سريع، انما بعد كده طبعا هي ممكن تظبط اكتر شوية. هنا ممكن نجيب أباجورة بنحطها في المكان دوت. بالنسبة للسرير بيبقى حاجتين، احنا تقريبا لسه في الشتاء يعني مش مطلعناش في الصيف قوي، فده اللحاف بيبقى ماشي برضو مع الألوان. هي مش بتحب الألوان
الفقعة قوي، فاحنا ما استخدمناش الا بس مع المخدة الصفراء، وده جزء، وده حاجة تفتح شوية اللون. الترابيزة دي من الحاجات العملي جدا الصغيرة دي، وهم قاعدين على اللابتوب او مثلا عايزة تحط شاي او عصير او حاجة، فبتبقى عملي قوي الترابيزات دي بالذات. برضو في هنا مراية، خلي المراية دي متحركة بحيث انها تبقى عملي معاها انها تشيلها وتحطها في المكان اللي هي عايزاه. بعد ما هنخلص بقيت ندي وشي تاني للحيطة هنشوف النتيجة ونزلها لكم في صور ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الجنب دوت هنعمل فيه ايه. الجنب دوت هي حابة مكتب كبير اكبر من الحجم العادي، فدوت كويس. احنا جبناه من ايكيا، احنا بنشتري القرصة لوحدها وبنشتري الرجلين لوحدها. في ناس بتشتري اربع رجلين، وفي ناس بتشتري اتنين والوحدة دي. الوحدة دي عملي قوي، كلها ادراج زي ما احنا شايفين صغيرة، فبتبقى عملي لكل حاجة عندهم. هي مش حابة الكرسي اللي بعجل، فجبنا كرسي عادي زي دوت خشب. طبعا هنا ممكن ناخد الاباجورة الصغيرة دي نحطها هناك، وناخد برضو حاجة فيها لون قوي، لان دي اوضة لحد صغير حابب طبعا الالوان، ولازم يكون فيه الوان كتير، بس يعني حاجات صغيرة تاتشات، يعني مجرد تاتش كده، انما المين كله حاجات نيوترال خالص. برضو ده كرسي ظريف، ممكن لما تقعد هي هنا ممكن تفرد عليه رجلها وترتاح معي. يا رب تكون الأوضة عجبتكم. وطبعا احنا ممكن برضو نحط هنا لوحة، ان الحيطة هنا فاضية خالص، وممكن هنا نحط لوحة كمان. احنا لسه بنكمل البروجكت معاها، وان شاء الله الأوضة تعجبها وتنبسط بيها. شكرا، ونشوفكم في فيديو تاني مع فرش وحاجات عملية اكتر مع مهندسة الديكور لميا حسن. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، وتابعوني على الانستجرام، هنزل لكم كل اللينكس في الكومنتس. شكرا، والى اللقاء.